اولا نتكلموا على الوضعيه ديال الصناعه التقليديه في اقليم الزاي، كيف ممكن تكلموا عليها؟ مرحبا وسهلا سي منير. الوضعيه ديال الصناعه التقليديه كيف يعرف الجميع بعد هاي سنتين ديال كورونا، تعرف عاش قطاع الصناعه التقليديه واحد الوضعيه اللي هي لربما لن اقول كارثيه، ولكن كتعرف الجائحه والظروف ديالها يعني كان يعني توقف يعني القطاع بسبب هاي الجائحه. عانى يعني الصانع التقليدي، يعني كان الدعم يعني جميع يعني الحرفيين والله جميع يعني المهنيين استفدوا من الدعم ديال كورونا، الا الصناع التقليديين حقيقه لم يستفيدوا من هذا الدعم كان مخصص للمهنيين. لكن بعد يعني التعافي من جائحه كورونا بالنسبه لاقليم الزاك كانت انطلاقه خير في عيد المسيره يعني ديال سنه 2021، نظم معرضا اقليميا او نظمت عده كاع معارض اقليميه لا داخل الربوع الجهه لا في اقليم الزاك ولا داخل سيدي افني ولا طنطان. يعني بدا يعني يعيش الصانع التقليدي واحد ربما نوع من الانتعاش بعد سنه 2022، ولله الحمد يعني عرفت واحد السنه اللي هي كانت واقيلا سنه انا اقول بانها سنه استثنائيه، كانت الحمد لله عده معارض جهويه، عده معارض محليه، كان معرض في جهوي باقليم الزاك بمناسبه ملقى الصالحين، كان معرض كذلك جهوي بمدينه طنطان. الاهميه هذه المعارض يعني كتركز الغرفه بصفة عامة على هذا النوع من المعارض، يعني اللي يعني تسويق أول المنتجات الصناعة التقليدية، تبادل كذلك الخبرات، كانوا كذلك مع تبادل الخبرات مع الصناع التقليديين داخل ربع جهة، وكانوا كذلك كل المعارض الجهوية كيشاركوا فيها يعني مع عارضين خارج جهة إقليم موادون، يعني تبادل واحد الخبرات، كتكون واحد كذلك دورات تكوينية حول يعني السجل الوطني للصناعه التقليديه، وكذلك الورش الملكي حول الحمايه الاجتماعيه اللي هو ورش ملكي رائد، يعني حول التغطيه الصحيه اللي ينعم بها صاحب الجلاله على هذه الفئه، وكذلك يعني يبرز الصانع التقليدي مدى مهارته وتساعده يعني في تسويق المنتوج ديالو. دور الغرفه هو المرافعه عن هذه الفئه وعن هذه الشريحه اللي الان حنا في صدد بالنسبه لله الحمد، بالنسبه الان حنا في واحد اطار واحد اتفاقيه تشارك ان شاء الله مع مجلس جهه اقليم موادن من اجل يعني توفير المواد الاوليه للصناع التقليديين، وكذلك دورات تكوينيه يعني تنميه القدرات ديالهم لا في التسويق ولا في عده يعني امور كتخص الصناعه التقليديه. وكانت كذلك الان ولله الحمد بالنسبه لمدينه طنطان كانت عندنا واحد اتفاقيه تشارك مع مجلس طنطان لدعم الحرفيين لا بالمواد الاوليه وكذلك بالدورات التكوينيه يعني التنميه ديال القدرات ديالهم. وبالنسبه كذلك دور ديال الغرفه في هو تقريب الاداره المواطن بالنسبه لاقليم الزاك. الان كانت عندنا اتفاقيه شراكه مع المجلس الاقليمي الزاك يعني لفتح واحد الملحقه اداريه لغرفه الصناعه التقليديه، يعني تقريب الاداره من المواطن، ونتمنى انها تعمم كذلك في سيدي افني ولا في مدينه طنطان. بما يخص النقطة الأولى اللي كنت كتقول لي بالنسبة للقطاع الصناعة التقليدية في أسا، حقيقة هناك كاين واحد الدعم بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا كذلك في إطار الاقتصاد الاجتماعي بالنسبة للحرف ديال الصناعة التقليدية. نتمناو أننا احنا كغرفة ونتمناو أن كذلك المجالس المنتخبة باش يكون واحد الدعم حقيقي لهذه الفئة ديال الصناعة التقليدية، وكنتمناو من الوزارة الوصية بأنها هاي السنة ديال 2023 يعني يكون واحد الدعم حقيقي مباشر لهذا الصناعة التقليدية من أجل يعني توفير المواد الاوليه اللي هي الاساس، لانه كتعرف كي قلت لك قبيل الصانع التقليدي عانى اكثر في هذه الفتره خصوصا فتره ديال جائحه كورونا، وكتعرف بان الصناعه التقليديه اللي احنا الان في واحد الوزاره اللي هي وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي، ارى ان الصناعه السياحه هي اللي استفدت اكثر من الصناعه التقليديه، لان وهذا اشكال لان السياحه والصناعه التقليديه عملتان لواجه واحد، لا يمكن ان تكون هناك سياحه بدون صناعه تقليديه. حنا كغرفه كيف قلت لك يعني حسب يعني الامكانيات اللي عندنا كندير هذه المعارض الجهويه والمعارض المحليه وباش نسوق يعني يسوق هذا الصانع التقليدي للمنتجات ديالو، وكذلك يخرج من هذيك الازمه اللي كان عاش،
والقادم ان شاء الله انه كاين واحد المعارض ان شاء الله غتكون جهويه، غادي نفتحوا ان شاء الله على الجهات الاخرى، غادي تنظم ان شاء الله واحد معرض جهوي ان شاء الله يعني في هاي السنه شهر ابريل ان شاء الله في مدينه مراكش بشراكه مع الجهه، غيكون فيه يعني معرض جهوي، غيكون فيه حتى ضيوف من خارج المملكه باش يعني حتى الصناع التقليديين ديال هذه الجهه اللي تقاسموا التجارب ويكون عندهم تبادل الخبرات. بالنسبه لمثل هاي يعني المهرجانات ومثل هاي المواسم هي دائما الغرفه كتنظم واحد المعارض موازيه لهي المهرجانات، لانها كتكون هي كيكون يعني هذا المعرض تكميلي لهذا المهرجان، وخلاله كيكون واحد الانعاش وواحد التسويق للمنتجات ديال الصناع التقليدي. فارتعت الغرفه بشراكه يعني مع جماعه التويزقي وكذا مع جماعه التويزقي واحد تنظم واحد المعرض اقليمي لمنتجات اللي عندها واحد الحموله ثقافيه اللي كتمتاز بها هاي المنطقه باش الانعاش يعني وتسويق هاي المنتجات وابرازها يعني كذلك للزوار ديال هذا المهرجان بان هناك واحد الموروث محلي مثل يعني المنتجات ديال نسج الخيام والمصنوعات الجلديه والاواني المعدنيه وكذلك المصنوعات النباتيه، يعني هي يعني الحرف واللي هي الموروث يعني الثقافي اللي كتمتاز به هذه المنطقه.